حضرتك ممكن تقول لنا ازاي الابهات والامهات يا حبيبوا اولادهم في المذاكره؟ مثلا بنشجع اولادنا حتى لو هو طفل مثلا عند سنه اولى مثلا او كي جي 1 كي جي 2 بنحببه في المذاكره، بنقول له مثلا لو انت ذاكرت او حفظت كويس او كتبت كويس اجيب لك حاجه حلوه، اجيب لك لعب، خرجك مثلا خروجه كويسه. عن طريق ان الاب والام يشجعوا اولادهم ازاي يذاكروا، يعني مثلا اول حاجه يبدا يقول له مثلا ان انت لو ذاكرت يا حبيبي انا هكافئك، يبدا يدي له حافز عشان هو يذاكر يهتم بدروسه ويروح دروسه ويجي منها، زي مثلا انت ان شاء الله لو خلصت الواجبات بتاعتك مثلا اجيب لك الشوكولاته اللي انت بتحبها، اجيب لك الاكل اللي انت بتحبه. الاب اللي ما يعلمش اولاده القران وحفظ القران مش هيتبع المنهج الصحيح. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا ازاي نربي اولادنا، حتى لو الطفل شقي نبدا نوجهه على الاتجاه الصحيح. احنا لازم نحفز اولادنا علشان يكونوا يعرفوا دينهم ويعرفوا ازاي ان هم يذاكروا، ونحببهم في المذاكره. في حاله لما بيحب المذاكره هينطلقوا ويبقوا شباب كويس. ان هم يعلموهم الاخلاق قبل دراسه وقبل اي حاجه، الاخلاق وان هم يكونوا ماشيين كويس، يسامحوا الناس، يبقى عندهم في كده انسانيه. نحبب اطفالنا في المذاكره بان احنا نقول لهم ان احنا لو اجتهدنا في الدروس وجاوبنا كويس وكده هيبقى في مكافآت ليك، والمكافآت دي هتخليك انك انت باستمرار تبقى ناجح في حياتك والآخر. نحبب اطفالنا في المذاكره بطريقه شيقه، نحببهم ونعرفهم ان المذاكره دي هتوصلك لطريق اللي انت عايزه. والله نعمل لهم حافز ان هو لو ذاكرت كويس وحفظت الحاجه ديت ليك مكافأة عندي، هديه قيمه، وإن زدت كمان في المذاكرة والحفظ هزود لك المكافأة.